لكم مشاهدي الكرام في المناظرة اليومية. تقول شبكة NBC الأمريكية إن إسرائيل ساهمت استخباراتيا باغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني. ألم تقل إسرائيل إنه لا علاقة لها بتصعيد الأمريكي الإيراني؟ لماذا تتهم دائما بالمسؤولية عن عمليات اغتيال ضد أهداف حساسة؟ أليس بمقدور الولايات المتحدة القيام بمفردها ميدانيا واستخباراتيا باستهداف سليماني وهذا ما جرى؟ في المقابل، أليست إسرائيل إحدى أبرز الدول المعنية بغياب سليماني عن ساحة الشرق الأوسط؟ ألم تتحدث تقارير أمنية إسرائيلية عن دور قاسم في الساحة اللبنانية وسورية؟ أليست إسرائيل هي من تستهدف الوجود الإيرانية في سوريا؟ نبدأ المناظرة. دكتور حسن مرج خبير شؤون الشرق الاوسط والشان السوري، مرحبا بك. ودكتور اوفن بيركو الباحث والمحلل السياسي الاسرائيلي، ابدا معك دكتور اوفن. لماذا دائما تتهم اسرائيل بالمسؤوليه سواء بالدعم اللوجستي او حتى الاستخباراتي باغتيال شخصيات بشكل عام وشخصيه كسليماني بشكل خاص، وهذا ما نقل عبر وسائل الاعلام حتى امريكي؟ نبدا بالمبدا الاولاني اللي هو في هذه الخلبه السياسيه في الشرق الاوسط، اسرائيل تتهم دائما بكل شيء. تتهم بكل شيء، هذه عادة تعودنا عليها، إذا كنا أبرياء من شيء ما أو كان لنا دور فيه إحنا دائما نلعب دور المتهم، وهذا إشي زايد على لزوم أن نطول فيه. أما بخصوص سليماني، جنرال سليماني، يعني من المفهوم أن إسرائيل مصلحة بإزالته من الخلبة السياسية الشرق الأوسطية، حيث أن هذا الإنسان كان له دور في سفك دماء الكثير من العرب والمسلمين وأيضا فيما يتعلق بنا. كان تخطيطه خطير، كان نفوذه خطير، في مش فقط في الخلبة اللي هنا في البرنامج، بل في اليمن وفي أفريقيا وفي أي مكان في العالم كان له دور فعال مهم جدا. ولذلك إذا نسبت لإسرائيل تهمة المشاركة أو إعتال المعلومات المسبقة عن هذا الإنسان، فلا أجد أن هذا الأمر مستحيل. أريد أن أزيد شيئا بسيطا، أنه في كل فسيفساء المعلومات والمخابرات دائما ينقص شيء ما في تركيبة الصورة الكاملة، فقد يكون أن إسرائيل التي هي في هذه الخلبة في كلمة الشرق الأوسط مجهزة بأدق تفاصيل عن كل حركات وكل ما يتعلق في أمنها، ومن الوارد أن تكون إسرائيل لها دور في هذه العملية. دكتور مرهج، لماذا يتفاجأ البعض من إمكانية أن تكون لإسرائيل أو يكون لإسرائيل دورا في اغتيال قاسم سليماني؟ معروف بأن إسرائيل لم ترغب بوجوده في ساحة الشرق الأوسط كما قال دكتور بيركو، وأيضا يعني إسرائيل أكيد تنسق مع الولايات المتحدة الأمريكية استخباراتيا وأمنية. يعني لا أعرف حقيقة من يتفاجأ من هذا الموضوع، يعني هذا شيء غير مفاجئ لإسرائيل. لو نظرنا إلى الحلبة السياسية بشكل عام في منطقة الشرق الأوسط، لها كل الدوافع التي تدفعها إلى المشاركة في المنطقة وإزالة أي خطر يهدد إسرائيل، سواء كان بحدودها الشمالية أو الشرقية أو الجنوبية أو حدودها مع دول أخرى مع سوريا أو حتى اليوم أبعد من سوريا. بالنسبة للجنرال سليماني، يعني هو كان أعتقد أنه رقم واحد بالنسبة لإسرائيل، مهددا إلى أمن إسرائيل، كان له دلالات في منطقة في غزة، وكان له دلالات في لبنان، وكان هناك دلالات أيضا في سوريا وحتى في العراق في الحشد الشعبي، محاربة داعش وإزالة داعش من العراق. إسرائيل بالأول الأخيرة أو حتى خلال كل هذه الحرب على سوريا كان لها تواجد وحضور في كل مكان، وإن يعني هي في بعض الأحيان تأخذ الشيء على نفسها. لم تستهدف إسرائيل، يعني الذي استهدف هي المصالح الأمريكية. كان هناك إسرائيل. يعني أولا من أخذ على نفسه العملية هاي وإن كانت إسرائيل، يعني أنا أعتقد حتى إنه إسرائيل أعتقد أنها تستخدم القواعد الأمريكية الموجودة في العراق، تستخدم القواعد الأمريكية الموجودة في كردستان، القواعد الأمريكية، يعني هذا شيء بديهي إنه يعني حتى لو إسرائيل لو لم تفعل ذلك نقول عنها إنه دولة مستهترة في كل أمنها وسكانها. ولكن
إسرائيل لها حضور في كل مكان، حتى في اليمن، حتى في السودان، حتى في 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 الأردن، حتى في أي قاعدة أمريكية متواجدة في منطقة الشرق الأوسط هناك تواجد إسرائيلي، وهناك هذه القواعد قد يستخدمها الإسرائيلي. هناك كان تهديد من إيران أنه لو ردت أمريكا على القصف الذي حصل إلى عين الأسد هناك سوف يكون رد أيضا على إسرائيل، لأنه إيران ترى بإسرائيل وأمريكا هي جسم واحد، وعندما أمريكا هي أخذت على عاتقها أنه هي من قامت بالعملية وبتنفيذ العملية، هذا ليس صدفة. يعني توقع أنت لو إسرائيل قالت أنه نحن من نفذنا هذه العملية، ماذا كان سوف يحصل في المنطقة ككل؟ الرد سوف يكون مواجهة، مدنيين سوف يكونوا تحت القصف وإلى آخره. ولكن عندما أخذت الولايات المتحدة الأمريكية، من الصعب أن يكون قصف لنيويورك أو لواشنطن، ممكن للقواعد العسكرية الإقليمية أن يكون هذا بهذه المنطقة. وهذا لربما ما وضع إسرائيل في المرحلة الثانية، لو يعني كان هناك رد أمريكي لربما بالمرحلة الثانية سوف يكون رد على إسرائيل. هل بالفعل إسرائيل كانت تخشى؟ دكتور بيركو، يعني حتى في مرات سابقة كنا نتحدث عن أن سليماني كان في مرمى لاستهداف الإسرائيلي ولم تستهدف، هل هذا السبب يعود إلى خشية إسرائيلية من استهداف سليماني كما يقول دكتور حسن؟ أنا أتصور، ليس لدي علم دقيق في هذا الموضوع، لكن أتصور أنه كل ما طلبت إسرائيل تنسيق مع أمريكا أن يصفى هذا الرجل، فأمريكا لها من خلال مصالحها، هكذا المعلومات المكشوفة تقول، منعت إسرائيل من تصفياته. وأقول لك أكثر من هيك، إذا تمكننا من تسمية جنرال سليماني نوع من عميل مزدوج، لأنه لأمريكا كانت مصلحة فيه عندما حاربوا سويا داعش، فلذلك كانت له نقاط إيجابية في جزء ما من المعركة ضد داعش، ولذلك امتنعوا هم أن تصفيته. أما لما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه بالهجوم الإيراني لعدة مواقع، منها في السعودية ومنها على تيار المسير وغيرها من أهداف، وعلى السفارة الأمريكية، فوصلت الأمور إلى حدها وانضرب هذا الإنسان. أما بخصوص سؤالك عن هل تخشى إسرائيل من ردة فعل إيرانية، طبعا إسرائيل تأخذ كل احتمالات بين الاعتبار. لا أقول لك بافتخار ومبالغة أننا مصرين على هذه الإمكانية ونحن نريد أن تنعمل، ولكننا مهيئين لهذه الحادثة، وهم يعلمون طيب. أننا مهيئين للحادثة. يعني أنت تقول بأن إسرائيل غير معنية بما معناه، ولكن اليوم كان هناك أو ليلة أمس استهداف إسرائيلي لمطار التيفور، العسكري في خضم هذا التوتر، يعني حتى إسرائيل في هذا التوتر تستهدف الوجود الإيراني. إسرائيل مصرة على أن يعني تقف الامتداد الإيراني إلى في شمال الخلبة الشرق الأوسط، وهذا أمر مستهل لأنه يهم أيضا الدول العربية السنية. الكل يعلم أن جهود الإيرانية جهود امتدادية لتسويق الثورة الإيرانية الشيعية في هذه المنطقة، ويعمل ويتعلق ذلك بأنهم يفتخرون اليوم أنه يعني يستولوا على عواصم عدة، عاصمة اليمن صنعاء، عاصمة بغداد والشام وبيروت. يعني لك أمامك دولة لا تكتفي، والحمد لله المقاطعة الأمريكية طيب. تقف تكبح جناحهم. دكتور حسن، الجميع حدد ما فيهم أيضا أمين عام حزب الله حسن نصر الله، وكل التهديدات لإسرائيل وستدمر إسرائيل وسيتم إخلاء إسرائيل من الخارطة، ولكن أي من هذا لم يحدث. يعني لم تجرؤ إيران حتى مع الاستهداف ليلة أمس على الرد، لا على اغتيال سليماني وعلى استهداف القواعد الإيرانية. نعم، بداية القواعد التي استهدفت في طائرات مسيرة لم يثبت لغاية الآن أن إسرائيل من قامت بهذه العملية يوم أمس، لأنه كانت هناك طائرات مسيرة، والطائرات المسيرة ممكن أن تنطلق من أي قاعدة، وخاصة القواعد الأمريكية، واقتصرت على أضرار مادية ليس أكثر. ولا ننسى أن هناك لدى الإرهابيين الموجودين في منطقة إدلب أيضا طائرات مسيرة، وهم يحاولون
تكرارا يعني دائما بان يقوموا يستهدفوا قوات سوريين او جيش السوري في المنطقه في هذه الطائرات. بشكل عام دكتور حتى في موضوع اغتيال سليماني ولم تجرؤ ايران على استهدافه. بشكل عام هناك استراتيجيه لمحور المقاومه، يعني الموضوع هو ليس في جره قلم تستطيع ان تزيل اسرائيل من الساحه، وهناك استراتيجيه قد بنيت لدى محور المقاومه سواء من ايران سواء في لبنان سواء في اليمن سواء في غزة سواء في كل محور المقاومة على جميع فصائله. هناك يعني عملية عندما أعتقد أنه ما يراه الإيراني ويراه حزب الله في عند خروج الأمريكي من منطقة الشرق الأوسط من المنطقة المتواجد فيها، يعني هون أنت أضعفت إسرائيل وتركتها وحدها في الميدان. بهذا في العلم العسكري، وأنا لست خبيرا عسكريا، ولكن يعني هنا أنت تضعف القوى التي تستخدمها إسرائيل. عندما هذه القواعد العسكرية تقفل، الإسرائيلي لا يستطيع أن يستعمل هذه القواعد كنقطة انطلاق، لأنه عندما يريد أن ينطلق من إسرائيل لقصف أي موقع في العراق أو أي موقع في أي منطقة في إيران حتى أو في هذا، عليه أن يمرق دول، عليه أن يمرق رادارات، عليه أن يمر في كثير أمور. وأعتقد أنه يعني محور المقاومة لم يقل كلمته بعد، حتى الحشد الشعبي لم يرد على الأمريكي بعد بالنسبة لأبو مهدي المهندس. لا. يعني الرد الوحيد هو كانت رسالة من إيران، هي انطلاقة الشرارة على هذا المحور، واليوم العمل يقتصر على عمل استنزافي قد يطال أي منطقة. يعني لا يوجد أي حدود، والحدود الجغرافية المفتوحة هذا ما نستطيع أن نقول عن هذه المواجهة التي سوف تتم. نعم، كيف ترى الدكتور بيكوان؟ أول شيء أنا هذا شيء مفهوم للجميع، أيضا لأمريكا، لكل خلفاء إسرائيل وعدائها، أن إسرائيل لا تعتمد على أحد غير من دون نفسها، هي تعتمد فقط على نفسها بكل ما يتعلق بإنتاج المعلومات المخابراتية وبما يتعلق بتفعيل القوى العسكرية تبعها. الويلة لنا إذا يوما اعتمدنا على قوة الغير من أمثال أمريكا. فعلا نحن خلفاء أمريكا بالكثير من الأشياء، ونحن نتبرأ بمعلومات استخباراتية لأوروبا ولأمريكا أكثر مما نستفيد. مواجهة إيران بدون الولايات المتحدة الأمريكية دكتور؟ هذا صحيح، لأنه هي مصلحة مشتركة لنا وللأمريكان. وأقول لك أحيانا أنا أشكر مساعي إيران في هذه المنطقة، لأنه هي المسؤولة على توحيد الصفوف ما بيننا وبين الدول العربية التي في التاريخ كانت عداوة لنا، واليوم نحن في خندق واحد تجاه عدو مشترك اللي يهدد فيه للاستيلاء على كل منطقة الشرق الأوسط. هذا شيء واضح. إسرائيل مبرر مش وحجة مش سبب. يعني دائما هم يسألونهم أين هو تحرير فلسطين، هذه مبرر عنوان فقط، والهدف من كل ما يتعلق هو حل قضية خالد بن الوليد اللي هو سيف الله المسلول على ما أتذكر، البهدلة اللي العرب أصابوا بالنظام الساساني آنذاك في 638، يريدون الرد، يريدون الاستيلاء على الشرق الأوسط وتسليط المذهب الشيعي على المنطقة والقوة والسيطرة السياسية والدينية. يعني هذا هو السبب في الحرس الثوري الإيراني، وهناك من وصفه على أنه شهيد القدس أيضا، ولكن ما الذي قدمه سليماني للقدس ولهذه القضية حتى هنا؟ أعتقد يعني بداية ردا على ضيفك واعتماده على هذه الدويلات التي بالقوة نستطيع أن نشاهدها على الخارطة، التي لا تستطيع أن تحمي نفسها أن تتحد مع إسرائيل لكي تدافع عن إسرائيل بأي مواجهة مع إيران. أعتقد أن هذه الدول عليها أن تحمي نفسها بالأول. نرى التصريحات، لاحظ أنت بالتصريحات التي كانت السعودية والإسرائيلية يعني تنصلوا من الموضوع نهائيا على بداية الحدث، وكان مثلا السعوديين لا علم لنا ولا نعرف أي شيء، إسرائيل نفس الموضوع، نتنياهو قال لا علم لنا ولا نعرف أي شيء، يعني يا رب تمرق هذه العملية ونحن نكون تحت الرادار لكي لا يطلنا أي رد، وخاصة بعد أن رأوا هذا المد الكبير من الجماهير بالعراق وإيران وراء بتشييع الجنازة. يعني هذا يعني ولولا الدعم الأمريكي، الكل يفهم ذلك وإسرائيل نفسها تفهم ذلك، لولا الدعم الأمريكي المطلق حتى إذا كان وزيرة خارجية
أمريكا اليوم عطس لصالح إسرائيل هنا يرحبوا فيها في أن لأنه لولا أمريكا والدعم المطلق لإسرائيل لإسرائيل كان وضعها يختلف جدا، لربما سياساتها كانت تختلف جدا، لربما رأينا هناك في سلام متبادل ودولة فلسطينية لولا الدعم الأمريكي المطلق. من كان يراوغ في أصلا في قضية السلام مع الفلسطينيين هي الولايات المتحدة، راوغت على مدار كل السنوات في كل هذه يعني الإدارات بنفسها عن موضوع سليماني. نعم طبعا هي أسست نفسها بهذا الموضوع عندما سليماني له حضور في غزة، له حضور يعني والمقاومة الفلسطينية بغزة صرحت بهذا الموضوع وذهبوا إلى إيران وعزوا وقال عنه شهيد القدس. نأت بنفسها عن هذا الاغتيال حتى بالتصريحات، يعني نأت بنفسها يعني ابتعدت عن هذه القضية. لا أحد، إحنا مش دائما زي العادة هنا الافتخارية والاستهتارية مثل ضيفك الكريم اللي سمى الدول العربية اللي نحن نحترمها جدا دويلات واستهان في قدراتهم. نحن لم نحن أي اعتبار لربما الأقل نمتنع. ترامب يسخر منهم، يعني أنت هذا ترامب نفسه يسخر منهم ويقول لا لهم أنا لا أسخر، وأنت كمان نفس السياسة إسرائيل وأمريكا نفس السياسة. الدول العربية ترامب يسخر منهم ويقول حتى قال تقليديا من يعطي الأموال لإسرائيل ليس أمريكا، الدول العربية هي تدفع لأمريكا وأمريكا تدفع لإسرائيل. ولذلك يعني لا داعي أنه إحنا نجمع أنلين أعضاء بينما نرى العملاق الإيراني والمهدي اللي مننتظره انسحبوا شوية تجاه المقاطعة الأمريكية وهم مكتوفي الأيادي. نعم، هم معرضين لانقلاب داخلي. نعم، الشعب الإيراني لا يقبل أحلام الجنونية. الشعب الإيراني لا يقبل أحلام الجنونية طبعا المهدي والمهدي والمهدي وبطيخ أصفر. وكل العقوبات الاقتصادية استطاعت أن تطلق صواريخ وأن تهدد أمريكا وحتى كل التصريحات الأمريكية التي تقريبا نستطيع أن نقول لها أنه عنها أنه يعني تصريحات كاذبة واتضح كل الكذب طبعا، ومن فضحه هو CNN وقناة أعتقد هولندية كمان أيضا. بالأخرى لم يكن شيئا ولم يحصل أي شيء. اللي بيتعذب إيران والعالم الغربي وإسرائيل وأمريكا في خندق واحد. أنا بفضل أكون مع الأقوياء ولا مع ضعاف. أنا لا أستمتع في الدول العربية ولا أسميهم دويلات. وأنا فخور أنت تستهتر في ما تسميه معباءك لأنك تعتبر كل العالم العربي شيء سني عدو لك. لا بالعكس، فلذلك تستهتر الشعب السني صديق وأخ مثلا. أنا غيرت الأسطوانة ولا مرة تحدثت عن الشعب السني. نحن أخوان، دين واحد وقرآن واحد وكتاب واحد ورسول واحد. لا شو تقول، لا شو فجرتم، هم من يحاولون أن يفجروا في السعودية. هذا غير صحيح. شو أنتم من يفجروا تشغلوا الحوثيين من يضرب اليمن؟ لماذا شغلت إيران الحوثيين على السعودية؟ من يعمل هذه التفرقة؟ أنتم الغربيين من سعيتم لهذه التفرقة. الإسلام هو واحد بتعدد مذاهبه، قرآن واحد وكتاب واحد ورسول واحد صلى الله عليه وسلم. بس الواقعية تدور الواقع واقعكم، تفكيركم الواقع ويختلف. من سعي بالعراق اليوم، من نشر في هذه المشاهد الكبيرة المسلم والسني والشيعة والمسيحي، من كان في العراق تشيعا بسليماني وأبو النادي. هذا جنون أنتم جبتوه، هذه فتنة تبعكم، هذه مش فكرة إسرائيلية. فتنتكم أنتم، يعني هيكنا وصلنا لهيك. يعني إحنا والله عبقريين. إذا إحنا من نقدر إيران لما تريد تهدد هي تريد أن تأخذ من منك ولا من أمريكا.
وقال بشكل واضح بانها سياسه نائي من الناس. يعني نتنياهو دكتور بيركو استمع للسؤال، نتنياهو لطالما نتنياهو تحدث وانتقد سليماني والدور الايراني وتحدث حتى بلهجه قويه ضد ايران، بعد ان اغتالت الولايات المتحده الامريكيه سليماني تحدث بصفه رسميه بان اسرائيل تقف الى جانب الولايات المتحده الامريكيه، وكانه لم يتم اغتيال الشخص الذي نتنياهو، يعني نتنياهو خرج بموقف اعتيادي وليس الموقف التقليدي لاسرائيل باللهجه القوية ضد إيران. سيدي الفاضل، أشياء يعني التصريح يساوي 60,000 صاروخ، التصريح اللي هو تضامن مع أمريكا ومساعيها، في هنالك أشياء مخفية قد يوما قد تفسر، ولكن أقول لك الترسنة الصواريخ والامتداد الإيراني لو كانت نتيجة المؤامرات الصهيونية، ولكن وبهيك حالة أنا ممكن أقول لك إنه اليهود والله يعني مؤامراتهم وصلت السماء. هو الفرق ما بين إيران والتعدي، فيش عداوة على إيران، لا شو الصواريخ لا شو الامتداد، هنا عداوة يعني بارزة يعني لبغية الامتداد والاستيلاء بالقوة على الدول العربية. لم تكن انت سميتها دويلات، هل في تهديد من الدول العربية على إيران؟ لا شو السلاح لا شو الامتداد لا شو القوة. هي هذه الشعارات استعمل الرايخ الألماني، الرايخ الألماني النازي، هناك لبنانيين يقتلوا، هم يعملون. أتت لمناصرة هذه الشعوب دكتور حسن، انتقل لك بهذا التساؤل. انت تقول بان السعوديه واسرائيل نأت بنفسهما وكانهما بتصريحات رئيس الوزراء نتنياهو والسعوديه. لحظه دكتور بيركو، ولكن الان يعني الانباء تقول ان اسرائيل ساهمت باغتيال قاسم سليماني استخباراتيا، هذا اولا. ثانيا، وزير الخارجيه الامريكي مايك بومبيو اخبر اسرائيل الوحيده التي علمت باستهداف سليماني قبل ذلك. اذا لماذا تقول بان اسرائيل نأت بنفسها وهي الان ممكن أن تكون أحد الأطراف الذين ساهم استخباراتيا في اغتيال سليمان؟ لاحظ ما حصل قبل الاستهداف أو قبل التشييع الأخير الذي حصل في إيران وفي العراق. الكل نأى بنفسه، الكل خاف على نفسه، الكل خاف على دويلاته وعلى بما في إسرائيل. التصريحات الإسرائيلية كانت تصريحات عادية، ولم نسمع لا من الاستخبارات العسكرية ولا من رئيس الحكومة ولا من الموساد ولا من أي واحد أي تصريح. نحن لا شأن لنا، لم نسمع ولم نعرف، صم بكم لا يفقهون. هذا ما حصل قبل هذا. بعد ما تم التشييع ودم بنفس الساعة التي تم فيها اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي، بنفس الساعة قامت إيران باستهداف القواعد الأمريكية. وعندما اطمن الاسرائيلي شوي واطمن لربما السعودي شوي انه الصواريخ هاي لم تنال منهم بعد، ولكن ربما لو صرحت تصريحات اخرى قد ينال منها ايضا. فهون الموضوع النقي بالنفس، هذا ما حصلت على اسرائيل. ضربوا القواعد الامريكيه، يعني قال يا ريت انه ايران تكتفي بذلك. ولكن الحالة النفسية اليوم والاحتياطات التي تتخذها إسرائيل اليوم، ورأينا اليوم قبل ساعات تم قصف يعني صواريخ من غزة على إسرائيل، كل هذا هناك تحضيرات، هناك جهوزية، هناك كما حصل للقواعد الأمريكية لغاية اليوم، لأنه لا يعرفون من أين سوف تأتي الضربة، والإيراني يعرف من أين تؤكل الكتف. كيف ترى الدكتور بيركو؟ شوف، من يتابع سياسة إسرائيل الأمنية منذ سنين مش من اليوم يرى أن إسرائيل ما تستعجل بالاعتراف على كل ما تقوم به، ليس اليوم بنتنياهو. هذا من جهة، يعني شوف أنا أعطيتك مجال تخطب بدون بس أشكرك يعني هذا أنت جويد جدا معايا وأنا لن أنسى ذلك إلى آخر يوم في حياتي. ولكن إسرائيل
لا تفتخر بما تقوم به، ولم يكون هذا من عاداتها الافتخارات. ونحن عنتر بن شداد نحن نعلم إمتى نختار أن نعترف بالضربات تبعنا، وقمنا بضربات الكل يعلم أنه إحنا بسماتنا عليها ولم تعترف إسرائيل أسبابها، مش جبنا منها ولا خوفا منها ولا لا جبنا. عندما كان عندما أرادت إسرائيل هذه مش ملاحظة صريعة، هذا خطاب. إسرائيل لا تريد أن لا أرى، شوف أنا أيضا في هذه الحالة من يشرب قصف القوات الأمريكية في هذه الحالة أيضا لا أريد أن أنضم إلى قافلة المفتخرين إنه يا امسكونا يا إحنا إسرائيل ممكن ونحن عناطرة. نحن نعلم حجمنا وقدراتنا، وإيران تعلم ذلك أيضا، وهذه ما حصل لحد الآن ولحد الآن نحن آمنين سالمين ونعتز بقوتنا بدون تدخل أحد. اللي بتعذب إيران اليومية. نشكر لكم حسن المشاهدة وإلى اللقاء. إن الله مع الصابرين إذا صبروا.